السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى اخوتي تكونوا بخير وعلى خير، كامل الصحة والعافية. المهم كما عودناكم ديما لونطري من السبت والحد. المهم حنا دابا في الغابة، غابة ديال الكاسكاد، ضربنا بواحد الجرية ماضية فعلا تاركة، ولكن طلعنا الريتم صراحة زوينة. المهم ان شاء الله غنضربوا بكم واحد الجولة هنا في الغابة، ان شاء الله نشوفوا الاجواء ديالها كما عودتكم دائما. خليكم معنا في الفيديو، وما تنسوناش بواحد اللايك بارطاجي من القناة. يلا اخوتي خليكم معنا تشوفوا مناظر زوينة هنا في هذه الغابة هذه. الله. المهم حنا دابا راه قراب واحد الغار، كيقولوا لي غار الطاس، كاين واحد السجن تحت الارض. هذاك السجن من عام من ايام الاستعمار الفرنسي كانوا كيحبسوا فيه المغاربة تما، كاين هذاك هو السجن اللي كان، ولكن تحت الارض شاد واحد المسافة طويلة. المهم حنا دابا غنمشيو من حداه ونجولوا معكم هنا في الغابة. خليكم معنا في الفيديو، ما تنساوناش بارطاج لايك جيم من القناة. يلا ثم كما كتشوفوا تما كاين هذيك البلاصه، هذيك قريه سيدي موسى المجدوب، تابع لسيدي موسى المجدوب. أجواء رائعة هنا صراحة في الغابة. هذيك الطريق اللي الفوق هي اللي جينا منها، كنا جرينا ماله، وجايين من الطريق ديال اللويزية، جايين تا وصلنا لهنا كما كتشوفوا كاين طوموبيلات عاد درنا هنا. المهم حنا دابا غاديين في هاد الطريق، هادي هي طريق غار طاس، ما بقى لي والو، واحد المسافة هنا قليلة تقريبا شي 200 متر و 300 متر من هنا لتماكي. المهم حنا اخوتي قربنا، ما بقى لينا والو، نوصلو، اقتربنا من الوصول. الشجرة سقطت بفعل الرياح، هادي دابا شي عام وهي ساق طايحة هنايا. شجرة الصنوبر سمعوا واحد العصفور كيغرد، طائر ذو صوت جميل. المهم كما قلت لكم هذا هو غار طاس، هو هذا الباب ديالو، هذا الباب هذا مسدود سادينه، ولكن لا طلعنا من هذه الجهه الاخرى هذه نلقاو الباب ديالو محلول. كاين الكالم هنايا والثقيل في هاد البلاصة هادي. صراحة هاد الغار الطاس هذا على ما كيعاودو عليه أنه مرعب، في أشياء غريبة
كتحدث لداخل. واحد النهار تزعمت انني ندخل ليه وما قدرتش نكمل. خاص يكون معاك جماعه، خاصك تدخل الجماعه، ما تدخلش على بوحدك. كان دخل ليه واحد اليوتيوبر ايمن سامبا، صراحه غار مرعب معنى كريم. شوف بان لي واحد بحال ثعلب صغير. والله الا بان لي بحال الثعلب هي صغير الدراري. يا ربي توقف معنا دابا غنطلعوا عليه واحد الطله. يا ربي تحفظ، حيت هاد البلاصه مرعبه. ما الصراحه ما ننصحش شي واحد يدخل لهاد الغار هذا، حيت مرعب يدخل ليه بوحدو. الاحسن اذا كان غيدخل يدخل ليه جماعه. احسن بعدو من هنا اخوتي، لان هذا الغار هذا هو الغار من ايام الاستعمار الفرنسي. كاين واحد الحبس تحت الارض هنايا، شاد واحد المسافه طويله، وكاين فيه مكان خاص بالموتى، وكاين واحد السريجات كبار وقلا على ما اعتقد ديال الماء ولا ما عرفت. المهم في البدايه ديالو، اما في الداخل كاينه بحال تقول وقال شي محكمه. انا ما كيعاود يقول لك كاينه محكمه لداخل، كاين فيها دروج وكاين فيها شي بيوت بزاف ديال البيوت. المهم نكملوا حنا الطريق ديالنا الاحسن. كاين جبل هنايا، الحجل خراني. هاد الصخور هذيك قديمة. شوفوا سبحان الله المنطقة هنا كي كتبان ما شاء الله. غابة كاسكاد هذه كلها غابة كاسكاد.
المهم كما كتشوفوا هاد الساريجات اللي كاينين هنا، هادو هما اللي كاينين في غار الطاس لداخل. كاين واحد هنايا وكاين واحد راه والهيه قال على ما اعتقد كاين هنايا، كاين شي جوج هنا. هذا متصل بالتحتاني، كاين ساريج كبير. اول مره غادي نطلع هنا، هنا كتبان لك الغابه كامله. بدات كتظهر الشمس، غابة كبيرة شاسعة.